على صدقي والله يرحمها. هلولة ايه يا حبيبتي؟ يا دنيا يا غرام غرامي. وحشتيني. وبعدين يا مدحت انت كل شويه تجيب حد من اصحابي بقى في ايه وايه بقى وبعدين؟ انت المفروض انت اللي تيجي. ما انت معانا اصل احنا بص احنا واخدين الاصدقاء حد ورا التاني كده فانت معانا يا هلا بقى عشان كده عايزين. لا ده انا عايزك معايا بقى عشان انت يعني مش عايز اقول ان انت دمك خفيف مش عايز اقول مسخره بس خليها دمك خفيف. لا بجد عندها ما شاء الله خفه دم ما شاء الله ولماحه وسرعه بديهه وذكاء فطري ربنا مديهولها. مفيش حد بيشوفها الا وهو بيموت فيها. يا حبيبتي يا هلا كل الناس بتحبك ليه يا هلا؟ لا البنت اللي جنبك دي دي بنوته دي ده الطفل بتاعنا هتلاقيها بيضه من جوه وبيضه من بره للاسف مش سودا زيي. الولاد ازيهم بصيهم لي خالص حلوين يا حبيبتي الحمد لله. قولي لي ذكرياتك ايه في دنيا غرامي مع ليلى والهام ومجد احمد علي ومحمد حلمي هلال هفكرها بحاجه كده على بلاش يا هالة تقولي حاجات قلتيها كتير قبل كده. يا هالة لو سمحت قولي اللي انت عايزاه برنامج اسمه انت حر اتفضلي قولي. وهي بعيد عني يعني مش هتقرصني ولا تعملني ولا حاجه كويس بعيد عني مش هتقرصني. اتفضلي قولي. كنا في فتره كده كان في شويه ايه الصحافه الصفراء بقى والحاجات دي واخبار عماله تنزل ان احنا بنتخانق وبعد اشاعات عند الدنيا احنا الثلاثه في الفيلم. وبعدين ايه قال لي صحفي في صحفي كتب عني اخبار وحشه قوي وقتها وانا كنت هتجنن وبتاع. المهم فجأة في صحفي جه وكان واخد ميعاد مع ليلى. فطبيعي انت عارف الصحفيين هو صحفي صغير لما بيجي يلاقي مثلا في فلان بيحاول انه ايه طب يعني ياخد يعمل كذا خبر يعني. فده اختفى وانزوى فانا ايه قلت الراجل ده المهم يعني في الاخر طلع ان هو ده الصحفي اللي كان بينزل الاخبار. ايوه انا قلت لليلى وانا كنت منهاره نفسيا وقتها. فانا قلت لليلى ولام قلت لهم على فكره الصحفي ده هو ده اللي كتب عنا وكده خلاص. المهم حبسناه في الاوضه. وبعدين انا بدات اتعصب واتعفرت عليه والهام كانت عامله فيها يعني ايه كانت الحاجة امينه عارف اللي هو ايه حرام عليك انت ما عندكش اخوات بنات انت عارف كانت واخده القالب ده. وبعدين ليلى ساكته بقى قالت لها الهام هالة اسكتوا ما حدش يتكلم كويس وراحت ايه مطلعه كان وقتها الشرايط بقى التسجيل بكل هدوء. يعني اولا رياكشن المجد طبعا ايه هو واخد التسجيل ده مسجل لكذا حد خالص يعني شغل تاني له. راحت مطلعه الشريط وابتدت تقطع فيه قدامه وتقول له هو قاعد قدامها واحنا الثلاثه عارف اللي هو كابسين عليه. قالت له هو انت مش عيب مش وهي ايه وهي بتقطع في الشريط قدامه هو انت مش عيب برضه تعمل كده في بنات الناس هي دي الصحافه. اعتقد انه الراجل ده لا بص 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 يا هاله بتقولها دلوقتي بهدوء بسيط جدا. ايوه هي كده صوتي عالي الهام امينه حاجة امينه اللي هو بتولول وهي في منتهى الهدوء. اصل هو الراجل يعني مع كل احترامي ما كانتش يا هلولة يا حبيبتي ميرسي على البسمه اللي بتطفيها على القعده الجميله. ايه يا حبيبتي هنكلم بعض بقى. اللي عايز يكلم اي حد يجي في انت حر واحنا احنا بنعمل اتصالات من عندنا. نورتي يا هلا ميرسي يا حبيبتي على مكالمتك. ببوسك يا هلوله. ببوسك يا حبيبتي. ببوسك يا لولا. ببوسك يا قلبي. باي يا حبيبتي. باي يا قلبي. لا